ألا ليت شعري هل يرى الناس ما أرى من الأمر أو يبدو لهم ما بدا لي بدا لي أن الله حق فزادني إلى الحق تقوى الله ما كان باديا بدا لي أن الناس تفنى نفوسهم وأموالهم ولا أرى الدهر بانيا وإني متى أهبط من الأرض تلعة أجن أثرا قبلي جديدا وعافيا أراني إذا ما بت بت على هوان وأني إذا أصبحت أصبحت غاديا إلى حفرة أهدى إليها مقيمة يحث إليها سائق من ورائيا كأني وقد خلفت 90 حجة خلعت بها عن منكبي ردائيا بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابقا شيئا إذا كان جائيا أراني إذا ما شئت لاقيت آية تذكرني بعض الذي كنت ناسيا وما إن أرى نفسي تقيها كريهتي وما إن تقي نفسي كرائم ماليا ألا لا أرى على الحوادث باقيا ولا خالدا إلا الجبال الرواسيا وإلا السماء والبلاد وربنا وأيامنا معدودة والليالي ألم تر أن الله أهلك تبعا وأهلك لقمان ابن عاد وعاديا وأهلك ذا القرنين من قبل ما ترى وفرعون أردى جنده والنجاشيا ألا لا أرى ذا إمة أصبحت به فتتركه الأيام وهي كما هي ألم تر للنعمان كان بنجوة من الشر لو أن أمرا كان ناجيا فغير عنه ملك 20 حجة من الدهر يوم واحد كان غاويا فلما رى مسلوبا له مثل ملكه أقل صديقا باذلا أو مواسيا فأين الذين كان يعطي جياده بأرسانهن والحسان الغواليا وأين الذين كان يعطيهم القرى بغلاتهن والمئين الغواديا وأين الذين يحضرون جفانه إذا قدمت ألقوا عليها المراسيا رأيتهم لم يشركوا بنفوسهم منيته لما رأوا أنها هي خلا أن حيا من رواحة حافظوا وكانوا ناسا يتقون المخازيا فساروا له حتى ناخوا ببابه كرام المطايا والهجان المتاليا
فقال لهم خيرا وأثنى عليهم وودعهم وداعا ألا تلاقيا وأجمع أمرا كان ما بعده له وكان إذا ما خلولج الأمر ماضيا.